وحول الحملة الإغاثية التي قامت بها كل من هيئة علماء المسلمين في العراق ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في مناطق مختلفة من محافظة أربيل في كردستان العراق، انضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. مرحبا بك معنا دكتور. دكتور، وزعت مسلات غذائية للنازحين في مناطق مختلفة من محافظة أربيل، لو تطلعنا أكثر عن هذه الحملة وأي المناطق استهدفت؟ دكتور ناصر، هذه الحملة الكبيرة تفضل دكتور ناصر، هل تسمعني؟ دكتور ناصر الفداوي، هل تسمعني؟ ألو، نعم دكتور، هل تسمعني الآن؟ أنا أسمعك، نعم. تفضل. حقيقة هذه الحملة جاءت في ظروف استثنائية. في ظروف الحجر الصحي وكذلك حظر التجوال. هذه الحملة تضمنت 1100 سلة غذائية تم توزيعها على العائلات النازحة في مناطق مختلفة من محافظة أربيل. هذه الحملة جاءت بعد نداءات استغاثة كبيرة إلى كادر القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين وكادر منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية، حيث شكوا حقيقة يعني الظرف الحرج الذي يمرون به وكذلك انعدام العائد المالي، لأن أغلب النازحين في مناطق محافظة أربيل ومناطق مناطق النزوح هم من الكسب اليومية من أصحاب الأجر اليومي. فلما حدث هذا الظرف الصعب عليهم انقطعت بهم السبل، ولذلك توجهوا نداءات الاستغاثة وكانت الاستجابة سريعة، وقدمت هذه الحملة على مدى 3 أيام. وصلت السلات الغذائية إلى منازل النازحين في مناطق سكنهم المتوزعة في محافظة أربيل. نعم دكتور ناصر، يعني وأنت أشرت وكما هو معروف بأن يعني الحملة تزامنت مع حظر التجوال والحجر الصحي المفروض على الناس مع انتشار فيروس كورونا، هل وجدتم صعوبة في توزيع المساعدات في ظل هذه الظروف؟ دكتور ناصر الفهداوي. ألو. نعم، سألتك هل وجدتم صعوبة في توزيع هذه المساعدات على النازحين في ظل فرض حظر التجوال؟ حقيقة نعتذر لرداءة الاتصالات، يعني خصوصا هذه الظروف هذه الأيام. نعم. الصعوبات كانت حقيقة تكتنف هذه الحملة، لأننا كنا نراعي عدم تجمع الناس وكذلك نراعي عدم اكتظاظهم في استلام السلات الغذائية، لأننا نعتمد يعني مراكز توزيع في كثير من المناطق وكذلك عند المندوبين التابعين للمنظمة. راعينا عدم اكتظاظهم لانه الظرف حرج، وكذلك راعينا يعني ان يكون الظرف الذي يوزع فيه السله الغذائيه في ان لا تكون تجمعات كبيره فيكتظ الناس مع هذا الظرف الحرج، كذلك الانتقال من منطقه الى منطقه مع الظرف الاغلاق الكامل مع ظرف الحظر التجوال، لكن كانت هنالك الحمد لله يعني سهوله في الانتقال مع شده الصعوبه، لانه يعني المنظمات يعني لها الحق في الجدول، لكن حقيقه يعني الصعوبه تكتنف هذه الحمله لانه الظرف يعني انتقال الوباء وكذلك انتشار هذا الفيروس، ولذلك نحن راعينا هذه المسألة بشكل مهم جدا. نعم دكتور ناصر، يعني في ظل هذه الحالة التي يعيشها العراق من انتشار لفيروس كورونا، يعني هل يجد النازحون من يقوم على حاجتهم من تغذية ورعاية صحية؟ النازحين حقيقة يعني كنا يعني نوصل السلوك الغذائية إلى منازلهم، تخرج لنا الأطفال في وصول هذه السلة الغذائية لأنها كانت قد لهم،
كثير من العائلات كانت تلح على الكادر بأن يدخل إلى البيت وينظر إلى حتى إلى المطبخ. يعني وجدنا كثير من العائلات لا تملك أي مادة غذائية، لا تملك العائد المالي، لا تملك المواد الغذائية، وقد أطلعونا بأنفسهم لأنه يعني قالوا نحن استغثنا بكم وطلبنا منكم أن تأتوا إلينا وانظروا إلى الحال الذي نحن عليه. المنظمات التي تراعي احتياجات الناس حقيقة قليلة جدا. كانت يعني الدعوات لأصحاب المبادرة كبيرة جدا، ونجد أن يعني أن نعم. دكتور ناصر الفداوي المتحدث باسم منظمة أم القرى كان معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.